السلام عليكم يا رفاق، مرحبا بكم في قناتكم قناة ياس بليس. كما وعدتكم في المقطع السابق بأننا سنجرب التحديات الجديدة الخاصة بالمخلوقات الفضائية، أكيد سنجربها الآن. ولا أستطيع تدوير تلك الويل لأن لم تمر بعد 24 ساعة على تدوير لها. لا يهمنا أمرها، سنأخذ دراجتنا الجديدة، دراجة ثلاثية العجلات، ليست ثلاثية الدفع. اعتقدت بأنها ثلاثية الدفع لكن لا، الدراجة هي ثنائية الدفع برغم من أن فيها ثلاثة عجلات. وفي أغلب الأحيان من ناحية الدفع هي أفضل من جميع الدراجات، أن أغلب الدراجات الموجودة في GTA 5 هي أحادية الدفع، يتم استعمال فقط العجلة الخلفية في الدفع. وبما أن هاته نعتبرها ضمن الدراجات، لهذا السبب هاته هي الدراجة الوحيدة التي تشتبه لأغلب السيارات وهي ثنائية الدفع. ها نحن وصلنا لباب دخول الكنيسة. اسم التحدي بروجيكت 4808 جي زان كو دو. نضغط على go to call looking for job. علينا الآن فقط الانتظار. ها أنا وجدت سيرفر في 2/4، 3/4، جميل. في إمكان ذلك الشخص بدء المهمة الآن إذا أراد. اجتمع 4 أشخاص، نشتري الدرع، نستغل هذه الفرصة وهي لكي نبدأ التحدي. هذه التحديات الجديدة ستكون رائعة جدا، أنا متحمس لكي أقوم بها. وفضلا منكم يا أصدقائي الأوفياء، اضغطوا على زر لايك لهذا المقطع، دمروا بزر لايك، وإذا كنتم كرامة انشروا مع أصدقائكم لأن بسبب نشركم المقاطع تكبر القناة. اعلموا وتأكدوا بأن النشر هو الذي يساعد القنوات. واو، غيرنا يا أصدقائي الملابس للمخلوقات الفضائية، شيء خيالي، وأعطونا هذا السلاح. نعم سنستعمل فقط الأسلحة الخاصة بالمخلوقات الفضائية. أين الأعداء؟ أنا مستعد لكم يا أيها الأعداء. Prepare for the wave. أوه هناك بيضة. حسنا سنأخذ هذه البيضة يا أصدقاء. كيف هذا؟ البيضة هي الهيلت. أوه عرفنا الآن مزيد من الأسرار التي تخص المخلوقات الفضائية في GTA 5. أين الأعداء يا أصدقائي؟ المهم البيضة هي الهيلت. ها هم. جايين. نتعارك ضد رجال العسكر أم ماذا؟ شيء لا يصدق. موت يا أيها العسكري. دمرته. أسلحة المخلوقات الفضائية خيالية جدا ولا يمكننا عمل الريلود، وهذا شيء رائع. ها هم جايين من هذه الضفة. هيا عينا تدميرهم. موتوا رجال العسكري أيها الأغبياء. هذا التحدي إن شاء الله سنقوم به وسندمركم يا رجال العسكر. تحدي خطير. ها هم ظهروا في هذا الجانب. هناك شخص. أحسنت. ها هو، دمره. جميل، قتلناهم وأنهينا الويف الأولى بنجاح. الويف الأولى صراحة سهلة، توتال كيلز 24، أنا حصلت على 6 كيلز وصديقنا الآخر حصل على 9 كيلز. في هذه الأثناء علينا استغلال الفرصة وجمع الأميونيشن. فهمت. الويف الثانية ستبدأ في أي لحظة. شاهدوا المركبات الفضائية، الشيء لا يعقل لا يصدق. لا أستبعد بعدما صنعت شركة روكستار جيمز هذه الشخصيات أنها بالفعل ستكون هناك هجمة للمخلوقات الفضائية على لوس سانتوس. شركة روكستار جيمز هي الآن تستعد. وش أنت؟ أحسننا. هذا الكلب دمرته. ها هم ظهروا في هذه الضفة. موتوا يا أيها العساكر الكلاب. قتلناهم. دائما أضغط على R. ها هم خرجوا من هذه الضفة. أحسننا. موتوا يا أيها العساكر. يا سلام دمرناهم. نأخذ الأميونيشن. ظهروا في الضفة الأخرى. أنا جاي يا أصدقائي، أرجوكم اتركوا عسكري لي كي أقتله. قتلوا الجميع. أحسنتم. هناك درع. هل سيتجه له هذا الشخص؟ اسمه جنريما. لا، لم يتجه له. أنا هنا الويف الثانية قبل أن أخذ ذلك الدرع. في هذه المرة حصلت أنا على 9 قتلات وصديقنا الآخر 15 قتلة. علي ملء سلاحي وكذلك سأخذ الدرع. شاهدوا درع المخلوقات الفضائية. واو، درعهم مطور كثيرا. سيأتي العساكر في أي لحظة الآن. أين هم؟ ها هم ظهروا في هذا الاتجاه. أحسننا. سأحصل على عدد كثير جدا من الكيلز. هناك شخص آخر هنا. هو كلب دمرته. أصابني قليلا. عساكر جايين. أحسننا. يا سلام دمرناهم. دائما اضغط على R لكي املأ السلاح. ها هم دخلوا في هذه الضفة. جميل. موتوا. جاءوا يا اصدقاء بالطائرات السيارات. لا، علي العودة. اهرب. الان هذه الويف اصبحت صعوبة صعبة شيئا ما في هذه الويف يا صديقي. عين الهروب. احسنتم. هناك سيارة بالخلف منا. جي. دمرهم صديقنا هذا. يا سلام.
موتهم موتهم، قتلنا الجميع، بقي الشخص واحد فقط. أين هو؟ ممتاز، أنهينا هذه الويف بنجاح. صراحة هذه الويف كانت صعبة شيئا ما. أحد أصدقائنا هل ذهب؟ نعم، انسحب أحد أصدقائنا، بقيت فقط أنا والشباب. علي أخذ هذا الدرع لأن الهيلت عندي نزلت. وهناك هيلت، هل سيأخذها صديقي؟ نعم أخذ الهيلت، وهذا يعني أنه مع الأسف نزلت الهيلت الخاصة بصديقي كثيرا. في هذه الأثناء سيظهرون من كل جانب، فقدنا صديقنا، هذا التحدي سيصعب. هيا هيا أرجوكم أنزلوا مزيد من الأصدقاء. مشكلة مشكلة مشكلة، هشاتهم، التحدي بدأ يصعب، يأتون من كل حدب ينسلون. العساكر جايين. موت أنت، أحسنت. يا سلام يا سلام، I got your back don't worry. موتوا موتوا يا أيها الأغبياء. ها هو كلب آخر ظهر، من الجيد الاختباء صراحة والتسديد عليهم وعدم التسرع. أنت كافر أور باكسي أيها الغبي، ذلك الشخص ترك خلفنا يا أصدقاء. حسنا حسنا سأدور أنا. سأبدأ في تدميرهم، أرجوكم يا أصدقائي، إذا استطاع أحد ما تدمير تلك الهليكوبتر فدمروها. أوه. مشكلة مشكلة مشكلة، سأموت سأموت، قتلونا، جميع الشباب ماتوا، أغبياء. ذلك الكلب كان عليه البقاء بالخلف منا لكي لا يستطيع العساكر الاقتراب. أعتقد بأننا فشلنا في ذلك التحدي. عدت لكم يا أصدقاء، في هذه المرة هاجمنا هجمة المخلوقات الفضائية على ليونيون ديبوزيتور وكذلك على FIB. اشتريت الدرع صراحة، لو عرفت بأنهم سيضعون لي درع مجاني منذ البداية لما اشتريت ذلك الدرع. على الأقل في هذه المنطقة في إمكاني الاختباء، وهذا شيء رائع عكس الميليتاري بيز. ميليتاري بيز أماكن الاختباء قليلة. أوه في هذه الأثناء رجال الـ AIA ورجال الشرطة هم الذين سيهجمون علينا. شيء جميل، موتوا 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 موتوا. علي قتل أولا هؤلاء الكلاب الذين ظهروا بالقرب مني، ولا يهمني أمر الأشخاص البعيدون. وعدد كثير جدا من الشباب هناك، وفهمت إذا جيت لهذه المنطقة ولم أعد بسرعة سيتم طردي، ولا أستبعد أن هذا ما حدث لصديقنا السابق. سأبدأ في تدمير رجال شرطة الكلاب. أحسنت أحسنت أحسنت، استطاعوا إصابة الأغبياء. أو مشكل، خطيرون خطيرون. رجال شرطة أخطر بكثير صراحة من العساكر، استطاعوا تدميري يا أصدقاء، أنزلوا لي الهيت كثيرا. بقي شخص واحد فقط، أرجوكم اقتلوه. هاهو هاهو اقتلوه. الويف الأولى فعلناها بنجاح، أنا هو الأول، 11 كيل، علي أخذ الهيت. واو تلك البيضة لذيذة جدا. سأستمر فقط الاختباء في هذا المكان وتدمير هؤلاء الأعداء الذين سيظهرون. يا تعالوا تعالوا عندي، تعتقدون بأنني سأتي عندكم؟ هاهو هاهو رأيتها مختبئ بالخلف من تلك الشجرة، لهذا السبب لم أستطع رؤيتها بشكل جيد. أين هو؟ هرب هرب، تعال. لا لا لا، لقد خرجت خرجت من سيرفايفر إيريا. هم سيأتون من هذه الضفة، نختبئ هنا. لا كيف هذا؟ لماذا وضعتموها أصلا إذا كنت لا أستطيع الاختباء في تلك المنطقة؟ أغبياء. أحسنتم أحسنتم أحسنتم، من أين ظهرتم أنتم؟ كلاب. جيد 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 جيد. واو الويف الثانية فقط، وعدد لرجال شرطة الكلاب هائل جدا. اختبئ 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 يا صديقي اختبئ، سنموت، بالنسبة لي أنا سأموت، كي أنا أموت. إنهم، أحسنت أحسنت، ودن أقتلهم. مشكلة 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 مشكلة، مات صديقي. هشاتو عدد رجال الشرطة هائل. مش أنت مش أنت، لا أعتقد بأنني سأبقى على قيد الحياة. كوفر مي كوفر مي، أحسنت أحسنت يا صديقي، مش أنت. مشكل مشكل، رصاصة واحدة وسأموت. أتمنى صديقي أن يقتل الكلاب هناك، وأنا لا تقلق سأقتل هؤلاء الأشخاص الجايين من هذا المكان. أحسنت أحسنت يا صديقي، صديقي المسكين كذلك الهيلت عنده نزلت كثيرا، بقي شخص واحد فقط، سأختبئ قليلا حتى تمتلئ الهيلت، وهي لكي نقتل الشخص الأخير. ممتاز ممتاز ممتاز. واو الويف، تخيلوا الويف الثانية في هذه الأثناء وأصبحت صعبة، أنا 26 كيل، شخص ثاني 11 فقط. في هذه المرة بدأت ألعب صراحة مع شباب نوبز. علي الذهاب وأخذ هذا الدرع، لا يجب الاعتماد عليهم. في هذه المرة أخذت الدرع يا أصدقائي. المشكل لماذا وضعوا هاتي إذا كنت لا أستطيع عمل الكوفر فيها؟ أهم مرة أخرى جايين، الويف الثالثة. أحسن أحسن أحسن، جيد 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 جيد، علي الاختباء هنا.
وانتظارهم حتى يأتوا. ها هم كلاب. موتوا موتوا موتوا. احسنتم احسنتم. شكرا لكم يا أصدقائي، ساعدوني. دمرناهم دمرناهم. بقي شخص واحد فقط. ها هم قتلته. سيأتون لا تقلق. ها جاءت الطائرات. مشكل. أوه. الطائرة جاءت مباشرة، بدأت في الهجوم علي. هيا 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 جي 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 جي. فجر شوى. اهرب اهرب اهرب. لماذا وقفت هناك؟ اولى قتلوني. لم استطع الوصول لمنطقة الاختباء فدمروني، ومع الاسف لم نستطع تحدي الويفز. وصلنا للويف الثالثة فقط ومتنا. لن اكذب عليكم، هذه التحديات ليست بالسهلة. لكي نتقدم في تلك الموجات ونصل على الاقل لموجات متقدمة، اعتقد اخر موجة ستكون هي العاشرة، وتلك هي اخطر موجة من هذا التحدي، تحدي المخلوقات الفضائية في جراند اونلاين. لهذا السبب اذا اردنا تتمة هذا التحدي فعلي جمع فريق يتكون من 3 لاعبين محترفين في جراند اونلاين. اذا استطع جمع هذا الفريق فانني اكيد ساشارك معكم تجربتي. اما الان سكتي فقط بهذا. اتمنى ان حلقة اليوم عجبتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا بأن السلام خير خيركم.